السلام عليكم خوتي الطلبة أخواتي الطالبات، نلتقي في فيديو آخر. الهدف طبعا من هذا الفيديو هو لا كوريكسيون ديال ليكزام ديال غاتخاباج ديال لونغ اي تيرمينولوجي اللي كان سو فورم طبعا ديال كيوسير. دونك ماسلو اترافير ا اكسبليكي لا موتيفاسيون دي ترافاي. دونك ماسلو حسب واحد الكلمة هنايا شرح لا موتيفاسيون دو ترافاي. دونك بالنسبه لماسلو قال بان لا موتيفاسيون التحفيز ديال العمال مرتبط بشي حاجه اسمها البوزوان، شي حاجه اسمها الحاجه. اذا كل ما لبينا الحاجيات ديال العمال كل ما كانوا محفزين اكثر. والحاجيات على حساب ماسلو، هذا العالم اللي اسمه ماسلو، عملوا سو فورم دو بيراميد، سو فورم ديال واحد الهرم كيتسمى هرم الحاجيات حسب ماسلو. كتبدا من الحاجيات من الحاجيات الاولانيين اللي هما لي بوزوان فيزيولوجيك، لي بوزوان دو سيكوريتي، لي بوزوان دابارتونونس، لي بوزوان ديستيم، اي لو بوزوان داكومبليسمون. وانتينا ماشي طبعا والهرم كيضيق، علاش؟ لان اللي كيحقق الحاجيات الاولانيه الحاجيات البيولوجيه ولا الفيزيولوجيه سهله، اللي كيحقق الحاجيات الأبل، ولكن اللي كيحقق الحاجيات الكبرى اللي كتحتاج شويش ان الواحد يكون شويش ميسور كيقلالو عليها هو هرم. وبالتالي ماسلو اكسبليكي طبعا لا موتيفاسيون دي ترافايور اترافير لو بيراميد دي بيزوان، لو بيراميد دي بيزوان اللي هو طبعا كيسيون بي، اللي هو الجواب بي. كيسون لي رول ايكونوميك دو لونتربريز، شنو هما الادوار الاقتصاديه دو لونتربريز، شنو هما الادوار الاقتصاديه؟ اي حاجه اقتصاديه هي اي حاجه ماشي اقتصاديه لا. سي اون يونيتي دو برودكسيون، وي هي وحده للانتاج، والانتاج هو مفهوم اقتصادي. سي ان ليو ديبانويسمون او دو فرستراكسيون، نو هو مكان طبعا ديال التمتع وديال اكمال الذات اكسيتيرا، نو هذه طبعا حاجه اخرى ماشي اقتصاديه. سي اون يونيتي دو ريبارسيسيون، هي وحده لتقسيم الثروه او لتوزيع الثروه، بما ان كاين توزيع الثروه اذا اقتصاد. اذا يونيتي دو برودكسيون، يونيتي دو ريبارتيسيون، سي اون يونيتي سوسيتا، هي وحدة مجتمعاتية يعني الناس فيها اكسيتيرا، مجموعة من الناس ماشي اقتصاد. إذا الجواب كاين جوج، كاين سي اون يونيتي دو برودكسيون، والجواب سي اون يونيتي دو ريبارتيسيون. كيسكو لو سيونتيزم، ما هو مفهوم العلم؟ ليتيليزاسيون ابيسيف دي ماتيماتيك دون ليكونومي، l'idée selon laquelle seule la science peut expliquer toute chose, ou là une école de pensée économique, ou là une secte. Donc, même ça aussi, tu as vu, le scientisme ou un كل حاجة ou un أي حاجة ممكن تفهمها بالعلم. L'idée بأن laquelle seule la science peut expliquer toute chose. كل حاجة كان كل حاجه كربطوها بالعلم، كل حاجه كنفسروها، كل حاجه كنعطيوها، رغم ان طبعا كاينه شي امور طبعا دينيه ولا شي حاجه طبعا ما كنفسروهاش. اذا ليدي سولون لاكيل سول لا سيونس بو اكسبليكي توت شوز، هذا هو الجواب. il n'y de recherche que d'homme de qui cette sentence، il n'y de recherche que l'homme، لا ريشيس هي الانسان، لا ريشيس هو الناس، لا ريشيس هما الناس. شكون اللي قالها؟ واش ادم سميت، واش جون بودان، كارل ماكس، ولا ماي زيدونغ؟ il n'y de recherche de richesse que de l'homme de qui cette sentence. بالنسبه لادم سميت ما قالها شي، بالنسبه لكارل ماكس جو سي با بالضبط هذا الجواب، لا كيسيون 4 جو سي با، ما عنديش فكره بالضبط عليها، ولكن جو في شيرشي. اني دو ريشيس كو لوم، يعني الغنى الحقيقي هو الانسان. شكون اللي قالها؟ طبعا ساعه نجاوبكم. كي ا بارلي بور لا بروميير فوا اون فرانس ديكونومي بوليتيك،
اول واحد طبعا، اول واحد طبعا هضر على ليكونومي بوليتيك. طبعا هو سمى الكتاب ديالو تخيتي دو ليكونومي بوليتيك. اول واحد هضر على كلمه ليكونومي بوليتيك سمى الكتاب تخيتي دو ليكونومي بوليتيك، معالجه اقتصاد الدوله. طبعا هو انطوان دو مون كريتيان. انطوان دو مون كريتيان، هاد انطوان دو مون كريتيان هو اول واحد هضر على سكون ابل ليكونومي بوليتيك، او ما يسمى باقتصاد الدوله، اللي تحولت على يد المدرسه الكلاسيكيه لا سيونس ايكونوميك، لان لا سيونس ايكونوميك هو مفهوم جديد. المفهوم القديم كنا كنسميو دراسه او علم الاقتصاد كان كيتسمى ليكونومي بوليتيك. طبعا اول واحد استعمل ليكونومي بوليتيك هو انطوان دو مونكريتيان. Parmi les types d'anticipation que peuvent avoir les agents économiques, laquelle n'est pas une anticipation. Mais quand on dit anticipation, anticiper chez Haja, c'est une anticipation. Parmi les types d'anticipation que peuvent avoir les agents économiques, les mumkin anna tkon ande les agents économiques, chini huma les anticipations. Wach l'anticipation extrapolatif ou la l'anticipation rationnelle. حنا دائما في الاقتصاد كنهضروا على لونتيسيباسيون، التوقع العقلاني او التحفيز العقلاني، لونتيسيباسيون راسيونيل. لونتيسيباسيون راسيونيل اختي ولا اخي. طبعا حنا قلنا لونتيسيباسيون راسيونيل، هذا هو الجواب. اون ايكونومي لي بروبليم سونترال اي، في الاقتصاد شنو هما المشاكل الكبرى؟ واش لالوكاسيون دي غوسوس، لا غارتي، لا كونسوماسيون، لا برودكسيون. لا كونسوماسيون، لا برودكسيون هادو عمليات اقتصادية وليس مشاكل. المشاكل الاقتصادية هي الندرة لا غارتي و لالوكاسيون دي غوسوس، اللي هو التخصيص ديال الموارد او تخصيص الامثل للموارد، لالوكاسيون اوبتيمال دي غوسوس. لالوكاسيون دي غوسوس ممكن نسميها انا لالوكاسيون اوبتيمال دي غوسوس، علاش؟ لان كاينة الندرة. إذن لا غارتي إي لالوكاسيون دي غوسوس بجوجهم يعتبروا أجوبة بالنسبة لسبعة. ثمانية، انديكي سي دو سو كوني با ان فاكتور دو برودكسيون. عوامل الإنتاج هما عبارة عن إيش؟ لي فاكتور دو برودكسيون هما طبعا اليد العاملة والمال لي ماشين المواد الطبيعية، داكشي كامل كيتسمى عوامل الإنتاج. إذن لو كابيتال، لو ترافاي، ان بوتي بانكار، ان بخي بانكار، لا تيغ. غنعاود طبعا عندك سي دو سي سو كي ني با ان فاكتور دو بريديكسيون. شنو هو اللي ماشي ان فاكتور دو بريديكسيون؟ شنو هو ماشي عامل انتاج؟ اذا لو كابيتال، لو ترافاي، بجوج بيهم داخلين. لو ترافاي، لو كابيتال، بجوج بيهم داخلين. لا تيغ واش هو سي ان فاكتور دو بريديكسيون؟ واش هو سي ان فاكتور دو بريديكسيون؟ طبعا ملي كنقولوا لي فاكتور دو بريديكسيون كاينه لي فاكتور هومان، عوامل بشرية، انتيليكتويال اي فيزيك. كاين عوامل طبيعية، لي فاكتور ناتورال، فحال المياه، الغابات، اكسيتيرا. وكاين اوتر فاكتور. بالنسبة لو كابيتال اي لو ترافاي داخله، ان بخي بانكير هو لو كابيتال، ان بخي بانكير لا طبعا هذاك هو اللي خصك تشرط عليه. ولا تير طبعا عامل من عوامل الانتاج. اذا الوحيد اللي ماشي عامل من عوامل الانتاج هو السلف، لان ديجا حنا كنسميوه لو كابيتال، ما كنسميوهش شي امبري. لي دي دو رولونس ديكونومي با بار لو ديفيسيت دو بيجي دو ليتا ايتيل. لي دي دو رولونس دو ليكونومي بار لو ديفيسيت دو بيجي دو ليتا ايتيل. دونك الفكره ان الاقتصاد يتغالونسا، الفكره ان الاقتصاد يزيد شويه ولكن بالعجز في الميزانيه، ان الميزانيه نزيدو نسلفو شويه باش نغالونسيو باش ندفعو بالاقتصاد. هذه طبعا الفكره ديال جون ماينار كينز، اللي هو طبعا مؤسس الماكرو اقتصادي او الاقتصاد الكلي. طبعا هذه الفكره ديال جون ماينار كينز. طبعا سي ماشي دافيد ريكاردو، ماشي سميت، وماشي كارل ماركس. هو اللي هضر على اي فكره فيها الماكرو اقتصادي او الاقتصاد الكلي كينز هو اللي موراه. صافي. كومون ديفينير لونتربريز، كيفاش تعرف لونتربريز؟ كيفاش ممكن تعرف لونتربريز؟
L'entreprise est un organe économique et politique, créateur de richesses. L'entreprise produit des biens et services en combinant du travail et des capitaux. L'entreprise produit des services à destination des ménages. L'entreprise qui tente les services اللي كتعطى للميناج ماشي ضروري، لان لونتربريز ممكن تنتج الخدمات وممكن تنتج السلع، ماشي ضروري ان الميناج ممكن تعطيهم لي زونتربريز اخرين، ممكن تعطيهم للدوله، ممكن تعطيهم للجمعيات. اذا طبعا جواب سي غنحيدوه. لونتربريز اي تون اورغان ايكونوميك، هو فاعل اقتصادي، هو عضو اقتصادي. اي بوليتيك كرياتور دو ريشيس، لونتربريز اي تان اورغان ايكونوميك اي بوليتيك، طبعا بوليتيك لا، هو كرياتور دو ريشيس ولكن ماشي ان اورغان بوليتيك. شركه سي ان اورغان ايكونوميك، سو ني با ان اورغان بوليتيك. اذا لونتربريز تنتج سلع والخدمات بواحد لا كومبينيزون، بواحد التوليفه ديال لو كابيتال اي لو ترافاي. طبعا الجواب ديالنا هو بي. لا كونسوماسيون سو ديفيني كوم، لا كونسوماسيون ممكن ان نعرفها هكا، شنو هو الاستهلاك؟ لا كونسوماسيون، لا كونسيرفاسيون دي بيان اي سيرفيس، هذا الادخار. لا كونسيرفاسيون هي الادخار، هذا ماشي استهلاك. ديستريكسيون دي بيان اي سيرفيس يعني ملي كنقولوا لا ديستريكسيون يعني ما بقاوش. لا بروتيكسيون دي بيان اي سيرفيس نو، اوكان ريبونس ني جوست نو. لا ديستريكسيون دي بيان اي سيرفيس، لا كونسوماسيون هي لا ديستريكسيون، هي عملية التلف ديال السلع والخدمات، يعني السلعة ولا الخدمة ملي كتستعملها كنقوموا بعملية لا ديستركسيون، العكس لا كرياسيون. لا كرياسيون هي أننا كنشؤوها، هو أننا كنصنعوها. لا ديستركسيون لا كنستهلكوها. لي تخوا زيليمون فوندامونتو دو لاكتيفيتي ايكونوميك سون، العناصر الأساسية ديال كل نشاط الاقتصادي، واش هو برودكسيون كونسوماسيون انفلاسيون، ايبارني كوميرس concurrence ou la production revenu consommation. Donc les trois éléments fondamentaux de l'activité économique sont épargne, commerce extérieur, concurrence. L'iddihar, tijara al-kharijiya, al-munafasa. Commerce, tijara, investissement, al-istitmar, inflation, al-tadakhon. Production, consommation, inflation. Production, intaj, consommation, l'istihlak, inflation, al-tadakhon. Production, revenu, consommation. الانتاج والدخل والاستهلاك. طبعا نركزوا مزيان. ملي كنقولوا لاكتيفيتي ايكونوميك، لاكتيفيتي ايكونوميك، ليبارن هو الادخار، سي اون اكتيفيتي صحيح. كوميرس اكستيريور، كوميرس هو عباره عن تجاره، سي اون اكتيفيتي نشاط. لا كونكورونس المنافسه، المنافسه ماشي اكتيفيتي. تضخم ماشي اكتيفيتي. الكوميرس انفستيسمون بجوكيوم اكتيفيتي. برودكسيون كونسوماسيون وي برودكسيون كونسوماسيون، ولكن انفلاسيون ماشي اكتيفيتي. برودكسيون ريفوني كونسوماسيون، برودكسيون اكتيفيتي كونسوماسيون اكتيفيتي ريفوني نو. ريفوني سي ان تيرم، ريفوني هو مفهوم، سي ان نوسيون ايكونوميك، هو مفهوم اقتصادي وليس اكتيفيتي ايكونوميك. لان لاكتيفيتي ايكونوميك اللي كتعطيك الريفوني كمثال هو كمثال لا برودكسيون، هو كابيتال لا لوكاسيون. كاين دي زاكتيفيتي اللي كتعطيو لك الغوفوني، وانما الغوفوني في حد ذاته ماشي اكتيفيتي. لانفلاسيون في حد ذاته ماشي اكتيفيتي. كاين دي زاكتيفيتي كمثال ان الدوله تدخل فلوس بزاف، هادي طبعا غتسبب لانفلاسيون. هو ان لا ماس مونيتير، الكتله النقديه كتزاد في المغرب كمثال، هادي تؤدي للتضخم يعني الارتفاع العام في الاسعار. جو سي با الجواب د 12 بكل صراحه، لان كاينه دي شوز طبعا ما بيناش. ايبارن كوميرس اكستيريور، لان خصوصا ان قال لك لي تخوا زيليمون فوندامونتو، فوندامونتو نورمالمون فيه دو شوز، فيه برودكسيون كونسوماسيون، هادو بجوج بيهم ضروري خصهم يكون. ولكن واش غوفوني معاهم؟ انا داك دي هو اللي شويه، دي هو اللي قريب، ولكن الغوفوني علاش منزل تماك؟ لان الغوفوني جو سي با، الغوفوني سوني با اون اكتيفيتي ايكونوميك. Le revenu, c'est un terme ou là, c'est une notion économique, ce n'est pas une activité. وبالتالي طبعا نتمنى طبعا هادشي يكون واضح خوتي، وطبعا اذا كانت شي حاجه طبعا ديوها لي في التعليق. نسالكم دعاء خوتي، وما تنساوناش من خالص الدعاء ديالكم. نتمنى لكم التوفيق خوتي في لي موديل ديالكم كاملين، ونتلاقاو طبعا ان شاء الله في فيديو لاحق، في موديل لاحق.